هذه هي أوراق السيناميكي التي تستخدم بصورة شائعة من قبل الأشخاص الذين يعانون من الإمساك والأشخاص الراغبين في تنظيف القولون. هل يمكن أن نستخدمها أم لها أضرار؟ وهل هناك بدائل طبيعية أخرى ليس لها أي آثار جانبية ويمكن أن تكون أفضل من استخدام السيناميكي؟ شعبياً، يعد السيناميكي من الأدوية العشبية الشائعة لعلاج الإمساك على المدى القصير للبالغين والأطفال. وتتلخص فوائد السيناميكي للقولون بكونها فعالة في تنظيف القولون والمستقيم وتطهير الأمعاء. ولكن قبل استخدام هذه الوصفة يجب الانتباه ومعرفة ما هي شروط الاستخدام وما هي أفضل طرق الاستفادة وكيف نستخدم هذا النبات بوعي، فكل شيء إن زاد عن حده انقلب إلى ضده. نصائح عند استخدام السيناميكي للقولون: إذا كنت تتناول مستحضرات السيناميكي التي تباع في الصيدليات فاقرأ نشرة المعلومات المطبوعة من الشركة المصنعة لتتعرف على الآثار الجانبية المحتملة والجرعات المناسبة تبعا للفئة العمرية. ثانيا، تناول السيناميكي عشبيا، وهذا يجب أن يكون في المساء. استخدم السيناميكي عند الحاجة فقط لبضعة أيام فقط حتى لا تعتمد الأمعاء على المسهلات. وللأسف الشديد في هذا السياق تمادى الناس في استخدام السيناميكي وأصبحوا يتجاوزوا الجرعات المسموح بها، وبالتالي يقعوا في مشكلات صحية أكبر منهم وأكبر من مشكلة الإمساك وأعظم من قضية تنظيف القولون. صحيح أن إدارة الغذاء والدواء وافقت على استخدام السيناميكي كدواء بدون وصفة طبيب، ولكن للأسف الشديد تعامل الناس بدون وعي مع هذا النبات الرائع، وبالتالي تحولت فوائده إلى أضرار. فعلى سبيل المثال، لا ينتبه الناس اليوم إلى الأسباب الحقيقية التي أوقعتهم بالإمساك وبتراكم الفضلات والبراز المتحجر في منطقة القولون، وبعد ذلك بدأت معاناتهم مع الالتهابات في هذه المنطقة والقولون العصبي والنفخة والغازات، ولا يلقون بالا للأسباب الحقيقية التي ألقت بهم في غياهب هذه المشكلات الصحية، والتي تتركز في استخدام السكر الأبيض والمأكولات المحلاة والدقيق الأبيض والمخبوزات والجلوتين والزيوت المهدرجة والمأكولات الجاهزة التي يضاف إليها كميات من الملونات والأصباغ والمواد الحافظة الكيميائية التي تدمر القولون بل وتدمر الجسم بكامله. إن الإسراف في استخدام السيناميكي يعمل على حدوث تشنجات في منطقة البطن، وقد يؤدي إلى حالة من الجفاف، ومخاطر الجفاف على جسمك تفوق مخاطر الإمساك. وبعد ذلك وعند الإسراف في تناوله ستتعود أمعاؤك على المسهلات، وبالتالي ستعاني من عدم القدرة على الإخراج دون تناول المسهلات، وتوقف الأمعاء عن العمل بشكل طبيعي، وهذا سيؤدي إلى اختلال في توازن بعض المواد الكيميائية في الدم، مما يساهم في حدوث مشكلات في القلب والعضلات بالإضافة إلى الكبد وغيرها من المشكلات الصحية الخطيرة. يجب علينا أن نتناول كل ما نتناوله بوعي، وهذا ما تعلمناه من مدرسة استشاري التغذية العلاجية الدكتور مازن السقة، الذي لا يفضل في الأساس استخدام السيناميكي، ويؤكد أن هناك بعض المواد الطبيعية والوصفات التي تلعب دورا رائعا في تنظيف القولون والتخلص من الإمساك. ونورد هنا على سبيل المثال ما تحدث به الدكتور مازن السقة عن دور القراصية في علاج الإمساك، إذ تعد القراصية عالية في محتواها من الألياف الغذائية، مما يساهم في الحماية من الإمساك ويلعب دورا رائعا في تنظيف القولون. ويفضل تناول 3 حبات من القراصية قبل النوم،
وثلاث حبات عند الاستيقاظ من النوم مع شرب كوب من الماء الدافئ، ويضاف إليه بضع قطرات من زيت الزيتون وبضع قطرات من الليمون، وهذه الوصفة أفضل بكثير. وأخيراً، يكون البراز في الإمساك جافاً، كما تكون عملية تبرز صعبة ومسببة لآلام نتيجة النظام الغذائي الذي يلعب دوراً حاسماً في تجنب مشاكل الإمساك، وذلك عبر إدماج أغذية لها آثار إيجابية على عملية الهضم والتبرز. والمواظبة على نظام غذائي يتضمن أغذية مساعدة على الهضم ليس بالأمر الكافي للتخلص من مشاكل الإمساك، إذ أن تزويد الجسم بكميات مناسبة من الماء أمر حاسم بهذا الصدد. احرص على تناول التفاح في الصباح الباكر أيضا بعد شرب كوبين من الماء الدافئ والوصفة المذكورة، إذ يحتوي التفاح على كميات عالية من البكتين التي يعد لها الكثير من الآثار الإيجابية على الصحة المعوية. وبهذا المعنى تجدر الإشارة إلى أهمية التفاح في الحد من مشاكل الإسهال وتسهيل عملية تفريغ الأمعاء. ثانياً، التين. يقول اختصاص التغذية العلاجية الدكتور مازن السقة أن التين وجبة خفيفة جداً، وهو يسهل الهضم ويحتوي على الألياف الغذائية ويساعد الأشخاص المصابين بالإمساك، ويمكن إضافة التين المجفف إلى زيت الزيتون في ساعات المساء، ويتم نقع الزيت بالتين وتناول هذه الحبة من التين بعد شرب كوب من الماء الدافئ. وبالمختصر المفيد، يمكنك أن تستخدم السينامكي في الأوقات الحرجة جدا التي تشعر فيها باستمرار مشكلة الإمساك، لكن حذاري أن تعتمد على تناوله ليكون نمطا في حياتك. في النهاية، أخبرونا عن آرائكم وتجاربكم في التعليقات. نتمنى أن نالت هذه المعلومات إعجابكم. شكرا لكم على حسن المتابعة وكرم الإصغاء، وهذه تحياتي محدثكم أحمد وفريق عمل معرفة وأكثر. نحن معرفة وأكثر، هدفنا دستور غذائي كامل نستحضر أكبر قيمة ننتمي إليها، نفع البشرية في كل مكان، يستطيع كل إنسان أن يستفيد أكبر فائدة إذا وعى ما نذكره من معلومات أسهم في كشفها والوصول إليها آلاف العلماء والأطباء منذ فجر التاريخ. الطبيعة هي الأم الأولى للبشر، وهي ملاذهم الأخير، وشعارنا اعدل عن الدواء إلى الغذاء.